طيب دكتور جودة، يعني دلالة اختيار رئيس الحكومة المكلف المهندس شريف إسماعيل، يعني الاختيار بيعكس توجه ما مثلا في ذهن الرئيس، انه الدولة، يمكن البعض مثلا لك قطاع الطاقة والبترول، ضربوا مثال بقطاع الاتصالات والمقاولات اللي في فترة من الفترات كانت هي قطرة النمو. هل يعني القياس هنا برضو ينفع على قطاع الطاقة وبالتالي اختيار المهندس شريف إسماعيل؟ قد يكون أحد العوامل في الحقيقة، ولكن ده لا يستدعي ان انا يعني اكلفه بتشكيل حكومه. انما كان يكفي ان يستمر وزير البترول، لانه هذه التعاقدات وهذا الكشف تم وهو وزير البترول، وبالتالي ممكن يحسب لجزء من النشاط اللي قام بيه في فتره الوزاره. هل انا محتاج بقى اعمل رئيس وزراء بترقيه وزير البترول نتيجه للكشف اللي تم؟ ده طبعا يعني محتاجة الخيال واسع، لأنه أولا الوزارة دي معروف أن مدتها قصيرة بحكم أنها تأتي للتمهيد لانتخاب برلمان، ومتى تم انتخاب برلمان سيكون هناك حديث آخر، الدستور سيبدأ في التنفيذ. الحقل اللي تم الاكتشاف عنه هو شيء جيد جدا، يحتاج 3 سنوات على الأقل للتطوير، ولا يحتاج إلى وزارة كاملة بشكل رئيس وزراء، إنما يكفي وزير بترول. فأنا أنا بالحقيقة بعترف أنه لا أعلم المبررات اللي حكمت اختيار المهندس شريف إسماعيل. قد يكون هو شخص كفء مؤكد لديه مهارات، لكن أنا عايز أقول حاجة مش متعلقة بالمهندس شريف إسماعيل، إنما متعلقة دي بلدنا بقى كله وإحنا مسؤولين عنه، اللي هو أنا بسميه غياب السياسة. بمعنى إن يعني كان مثلا حتى مع حكومة المهندس محلب وقبلها حكومة الدكتور حازم ببلاوي وغيرها من الحكومات، إنك أنت لما بتكوني عايز تاخدي قرار ما بتتوجهيش للشعب القرار ده، تبيني المبررات اللي عايزين ناخد فيها القرار والطريقة اللي هناخد بيها القرار، ونشوف رد فعل الناس بحيث ان القرار يطلع في النهاية قابل للتنفيذ ويلقى استحسان من الناس، او على الاقل يلقى معارضة.